صباح النور. الموعد اليوم مع الكلاسيكو الافريقي التونسي بين سي اس اس والاتوال في الجوله الخامسه من مجموعات كاس الكاف، لقاء توقيته الخامسه نتاع العشيه في ملعب طيب المهيري. زفر الحكم الجزائري مصطفى غربي. قائمه سي اس اس باش تعرف عوده كل من المهاجم ليفواري فابريس مانوتشو وجاسم الحمدوني بعد غيابهم على اللقاءات الاخيره لاسباب صحيه وفنيه في المقابل تشكيله المدرب رودو كرول، باش تعرف غياب متوسط الميدان الحبيب الوسلتي بسبب عقوبة الإنذار الثاني. بالنسبة للإتوال، المدرب روجي لومير قال في الكونفرنس دو بريس البارح اللي ماتش اليوم مش يكون صعيب برشا، بمعنى ورقة التأهل باش تحسم اليوم العشية في المهيري وكل الفرضيات قائمة. نعطيكم الترتيب الحالي لمجموعة الإتوال والسي اس اس قبل الجولة الخامسة. نعرفوا النجم الساحلي في الصدارة بسبعة نقاط، نادي صفاقسي في المركز الثاني ستة نقاط، وإنيغو نيجيري في المركز الثالث أربع نقاط، ساليتاس البوركينابي في المركز الرابع بثلاثة نقاط. الرابطة المحترفة الأولى وبرنامج مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الرابعية اللي تلعب اليوم، نادي حامل أنف مع السيابي تحكيم الهيثم القصعي، الملعب الجبسي مع شبيبة القيروان وتحكيم الكريم الخميري، في ملعب بردايف نجم المتلوي مستقبل جابس مباراة يزفرها أمير لوصايف، ثلاثة مقابلات تتلعب مع مساعتين ونص. نذكركم اللي مباراة الدفعة الأولى من الجولة الرابعة ياب وفات البارح بالتعادل بنتيجة هدف مقابل هدف بين اتحاد تطاوين واتحاد بن قردان في ملعب نجيب الخطاب. نحكي هون نتائج مقابلة الجولة العاشرة في البلاي اوف اللي تلعبت البارح. الترجي فاز على مكارم المهدية 35 مقابل 23، جندوبة الرياضية تعادلت مع نادي جمال 21 مقابل 21، نجم الساحلي فاز على نادي ساقيت الزيت 29-22، سبورتينغ المكنين خسر مع الكلوب 20 مقابل 25. من الهوند للفولي ونتائج مباريات ربع نهائي كأس تونس اللي تلعبت البارح. النجم الساحلي فاز على نادي حملن في ثلاثة شوط مقابل صفر، مولودية بوسالم فازت على سعيدية سيدي بوسعيد ثلاثة شوط مقابل صفر، نادي أولمبي الإقليبي خسر في قاعته مع السي اس اس ثلاثة شوط مقابل شوط، وترجي فاز على التونيسير ثلاثة شوط مقابل صفر. دور نصف النهائي باش يتلعب نهار السبت 25 ماي، برنامجه كالآتي: النجم الساحلي يستقبل مولودية بوسالم، النادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي التونسي في كلاسيكو نصف نهائي كأس كرة الطائرة، والنادي الصفاقسي كما قلت مع الترجي في قاعة الرائد البجاوي، والنهائي باش يكون نهار الجمعة 31 ماي 2019. المدل الاختصاص من الفولي للباسكيت وشبيبة القيروان هي رابع أضلاع المربع الذهبي في كأس تونس لكرة السلة بعد ما فازت البارح في قاعة الجورجاني على النادي الإفريقي بنتيجة 88 مقابل 59، وهكا جي اس كا التحقت بكل من ملعب النابلي والاتحاد المنستيري ونجم الراتسي في نصف نهائي الكأس. الكرة في الأوروبا، أبرز نتائج ماتشات البارح في أبرز البطولات. في البريمير ليج ساوثامبتون ربح السبيرز توتنهام 2-1، المان سيتي في ملعب الاتحاد فاز على واتفورد 3-1. في برنامج اليوم في الجولة 30 من البريمير ليج، مع ماضي ساعة في الانفيلد ليفربول مع بيرنلي، مع 3 ودرج في ستانفورد بريدج تشيلسي مع وولفرهامبتون، 5.5 القمة في نحكيو بين أرسنال والمان يونايتد في ملعب الإمارات. في ليك ان الفرنسية البارح امتياز لنعيم السليتي في الجولة 28 من ليك ان بين ديجان ورانس، نعيم السليتي ماركا ضربة جزاء في الدقيقة 13، بينالتي رجعها الاربيتر للفار، كانت عملية على الجهة اليسار من نعيم السليتي، كرة لمست في يد احد مدافعي فريق رانس، الاربيتر زفر بينالتي وماركاها نعيم السليتي في الدقيقة 13. نعيم السليتي زاد خذا كارتون جون في الدقيقة 69، اللقاء كمل كما تعرفوا على نتيجة هدف مقابل هدف. البارح في ستاد لوي دو موناكو تعادل مع لي جوندان بوردو هدف مقابل هدف، فالكاو افتتح نتيجة دقيقة 48 لموناكو، وبراينت جيمي براينت كان عادل نتيجة للي جوندان في دقيقة 65 من ضربة جزاء. برنامج اليوم في فرنسا، ما ثلاثة مونبولي مع أونجي، ما ثلاثة زادة في جوفري غيشار، سانت اتيان مع ليل، فريق وهبي الخزري اليوم ما ثلاثة كما قلت يكور مع ليل، ما ثلاثة تولوز غانغان مع الخمسة، ستاد غيني مع كون، تسعة نتاع ليل في الفيلودروم، مارسي مع نيس. البوندسليغا الألمانية في الجولة 25 البارح انتصار عريض للبايرن أمام وولفسبورغ 6-0، في ليدونا بارك دورتموند فاز على شتوتغارت 3-1، ماينتس خسر مع بروسيا مونشنغلادباخ 1-0. أبرز مواعيد اليوم: 3:30 أوفنهايم نورنبرغ، 6 هانوفر باير ليفركوزن.
ريال إيطاليا في نيو تارديني البارح بارما فاز على جينوا 1 بلاش كييفو خسر مع الميلان في فيرونا 2-1 مواعيد اليوم نص نهار نص بولونيا كالياري ما 3 إنتر سبال في جوزيبي مياتسا مع ما 3 زادة سامدوريا تالانتا 8.5 القمة بين فيورنتينا ولاتسيو. الليغا الإسبانية البارح في ملعب واندا متروبوليتانو أتلتيكو مدريد فاز على الليغانيس 1 بلاش البارسا فاز على رايو فاليكانو 3 هدف مقابل هدف مواعيد اليوم في الليغا الإسبانية نص نهار سيلتا فيغو مع ريال بيتيس 4-4 جيرون مع فالونس 6.5 سيفيا في رامون سانشيز مع